بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. مراجعة شهر أكتوبر للصف الخامس الابتدائي، مادة الدين، مادة التربية الإسلامية. وطبعا أسئلة الأستاذ محمود المتميز أسئلة جميلة وشاملة كل الخطوات. أول سؤال بيقول لي: واجب الإنسان نحو الكون. يعني إيه واجبك نحو الكون؟ الكون ده لو انت بقى هتلوث وترمي تلوث في النهر وتقطع الاشجار وتأذي الناس، ولا واجبك انك تعمره وتزرع فيه شجر مثلا وتعمل فيه حاجات كويسة؟ ايه واجبك نحو الكون؟ تدميره ولا تعميره؟ ولا طبعا واجبك نحو الكون عمارته، انك تعمره. يعني عاش سيدنا موسى فيه. طبعا سيدنا موسى لما اتولد في بيت امه فرعون كان معروف ان هو بيقتل الابناء الذكور عام وعام، فعشان كده فلما كان فرعون بيقتل الاطفال الصغيرين امه رمته في النهر او في البحر لحد ما وصل لبيت فرعون، يبقى عاش فين؟ في قصر فرعون. عبادة الله تعني الالتزام بطاعة الله فين؟ في الفعل ولا في القول ولا في الاتنين مع بعض؟ طبعا في الفعل والقول، وكمان الظاهر والباطن لازم يكون الكلام للناس كلها علشان ايه؟ يعني تكون بتعامل ربنا بشكل كويس. هاجرت أم معبد إلى المدينة بعد الرسول ولا مع الرسول ولا قبل الرسول؟ طبعا أكيد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها قابلت النبي وكمان هي ادت له الشاء اللي النبي صلى الله عليه وسلم باركها وحلبت له، وبعدين هاجرت له صلى الله عليه وسلم. تتحسن علاقة المسلم بالناس عن طريق إنك تتكبر عليهم ولا تبعد عنهم ولا تحسن إليهم؟ أكيد طبعا الإحسان إليهم. سميت كذا بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة. المدينة المنورة كان اسمها ايه قبل المدينة؟ طبعا كان اسمها يثرب. من مظاهر ود الله علينا، نعمه ولا غضبه ولا عقابه؟ طبعا طالما ود الود بتاع ربنا يبقى دي من مظاهر نعمه علينا. كان كذا يأتي بأخبار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. مين اللي كان بيجيب الأخبار؟ سراقة ولا ابن أريقط ولا عبد الله بن أبي بكر؟ طبعا سيدنا عبد الله بن أبي بكر هو اللي كان بيجيب له الأخبار. أكون ودودا عندما كذا في وجه الناس. عشان أكون ودودا أعمل إيه في وجه الناس؟ أبكي؟ أصرخ؟ لا طبعا أبتسم. سبق أبو بكر الرسول صلى الله عليه وسلم في دخول الغار. ليه بقى؟ ليعد الطعام ولا ليرتاح قليلا ولا ليسد الجحور؟ طبعا سيدنا أبو بكر دخل قبل النبي صلى الله عليه وسلم مش عشان يرتاح ولا يجهز اكل، لا ليسد الجحور علشان لو في حاجه ما تاذيش النبي صلى الله عليه وسلم. يتوب الله على العاصين بايه؟ ان هم يصروا على المعصيه ولا يستغفروا ربهم ولا يهملوا؟ طبعا اكيد الاستغفار. كان كذا راعيا للغنم. مين اللي كان راعي للغنم؟ ابو بكر ولا سيدنا علي بن ابي طالب ولا عامر بن فهيره؟ طبعا اللي كان راعي الغنم هو عامر بن فهيرة، وكان يداري الآثار اللي كانوا آثار الأقدام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الله علينا لا نستطيع أن نحصيها، يعني نعدها ولا نعرفها ولا نذكرها. طبعا نحصيها، لا نستطيع أن نحصيها. بعد أن صار الرسول صلى الله عليه وسلم أنصار في المدينة، شعر كفار قريش بإيه؟ أمن ولا طمأنينة ولا خطورة؟ طالما صار له أنصار في المدينة يعني معاه ناس تدافع عنه، يبقى هم كده حسوا بالإيه؟ بالخطورة. الكواكب في يوم القيامة، طبعا ده من تفسير سورة اللي هي سورة التكوير. الكواكب يوم القيامة بقى تكف عن الدوران ولا تسرع حركتها ولا تتحرك بشكل منتظم؟ طبعا أكيد هتقف تكف عن الدوران. تم اختيار عبد الله بن أريقط عشان يكون إيه؟ خبير. هو طبعا اختياره في ايه؟ ان هو كان دليل الهجره، يعني كان يمشي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له خشوا في الطريق ده، امشوا في الحته دي، امشوا في هناك ورا الجبل كده، فهو ليه اختاروه كده؟ عشان كان شجاع ولا كان بيخطط حلو ولا كان خبير بالطرق؟ طبعا كان خبير بالطرق، يعني عارف الطريق كويس من مكه الى المدينه. الكرام الكاتبون طبعا هم الملائكه اللي بيكتبوا الحاجات اللي احنا بنعملها وبنتكلم بيها، دول مسؤولين عن المطر ولا عن الوحي ولا عن كتابه الاعمال؟ طبعا كتابه اعمال العباد. تآمرت كذا على قتل الرسول. مين اللي كان عاوز يقتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قريش ولا العرب ولا الأنصار؟ طبعا أول من تآمر قريش. طيب المراد بقوله تعالى انتثرت، لما بنقول مع الكواكب الكواكب انتثرت، تجمعت ولا زالت ولا تفرقت؟ طبعا الكواكب تفرقت. من حروف الإظهار الحلقي الغين واللام والنون، أي فيهم؟ طبعا الغين، لأن هو حروفه إيه؟ عين وغين وحاء وخاء وألف وهاء، دول حروف الإظهار الستة.
الادغام عباره عن ايه بقى؟ انت بتدخل ايه في ايه؟ متحرك في متحرك، ولا ساكن في ساكن، ولا ساكن في متحرك؟ طبعا ساكن في متحرك، ادخال حرف ساكن في حرف متحرك. حالة بين الإظهار والإدغام من غير تشديد مع بقاء الغنة، يعني في غنة وما هيش إظهار ولا إدغام، يبقى دي إيه بقى؟ يبقى دي إخفاء، ما مش ظاهرة ولا مدغمة، يبقى إذن داخلة في الحرف يعني، يبقى عشان كده هي إيه؟ إخفاء. من حروف الإدغام بدون غنة، بدون غنة هم حرفين، اللام والراء، طبعا هنا جايب الراء منهم يبقى أكيد هي الإيه؟ الراء. طب من حروف الإدغام بغنة أربعة المجموعين في كلمة ينمو، يبقى الياء والميم من ضمن كلمة ينمو، يبقى هم دول حروف الإدغام بغنة. من أحكام النون الساكنة والتنوين، القلقلة ولا المد اللازم ولا الإقلاب؟ طبعا أحكام النون الساكنة أربعة، الإخفاء والإظهار والإقلاب والإدغام، يبقى الإقلاب من ضمن أحكام النون الساكنة والتنوين، يبقى إيه؟ هو من ضمن. المراد بقوله تعالى كراما كاتبين، إنس ولا جن ولا ملائكة؟ طبعا لسه قايلين من شويه ان هم مين؟ الملائكه. هاجر المسلمون الى كذا بعد بيعه العقبه الثانيه، خد بالك الثانيه مش الاولى، طبعا المدينه. طب وان سالني عن الاولى اقول له للحبشه. طب يجب على المسلم ان يقرا القران بسرعه ولا بفهم وتدبر ولا برفع الصوت؟ طبعا بفهم وتدبر. اعد كذا ناقتين للهجره، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان هيهاجر ومعاه سيدنا ابو بكر الصحبه، فكان مين اللي جهز الناقتين دول اللي هيركبوهم؟ الرسول ولا ابو بكر ولا سيدنا علي؟ طبعا سيدنا ابو بكر. مشاهد يوم القيامه مين اللي بيشوفها؟ المؤمنون ولا الكافرون ولا كل الناس؟ طبعا كل الناس بيشوفوها لانها على الناس كلها. طيب كان دليل هجره النبي صلى الله عليه وسلم الى يثرب، الدليل بقى اللي احنا قلنا عليه من شويه، عامر ولا عبد الله بن اريقط ولا ابو بكر الصديق؟ طبعا عبد الله ابن اريقط. تتحدث سورة الانفطار اللي احنا بنقول عليها اللي هي كانت علينا تفسير، عن قصة موسى ولا عن يوم القيامة ولا عن الكافرين؟ طبعا عن يوم القيامة وأحداث يوم القيامة. حجب الله كذا الكفار عن رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، حجب آذانهم ولا ألسنتهم ولا أعينهم؟ طبعا طالما ما شافوهوش، والرؤية الرؤية تتعلق بالعين، يبقى حجب الله على أعينهم. يجب على المسلم يعمل إيه نحو نعم ربنا؟ يهملها ولا يتركها ولا يحافظ عليها؟ طبعا المحافظة عليها. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه غار ايه في اثناء الهجرة؟ حراء ولا غار ثور ولا غار تبوك؟ طبعا غار ثور، لكن غار حراء ده كان للتعبد. بقي الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار كم يوم؟ طبعا 3 ايام. الشمس مصدر النور وكذا، الشمس بتدينا ايه؟ برد ونور ولا رطوبة ونور ولا نور ودفء؟ أكيد نور ودفء. بارك الله لبن أغنام ببركة يد الرسول صلى الله عليه وسلم. أغنام مين بقى دي اللي النبي صلى الله عليه وسلم أول ما لمسها جابت شربه بقى ببركة النبي صلى الله عليه وسلم اللبن الكثير؟ طبعا كانت أغنام أم معبد. الود كذا يعبر عن الحب، الود ده تخيل ولا سلوك ولا توقع؟ طبعا سلوك، حاجة أنت بتعملها بتدي هدية كده، يبقى ده يعبر عن الحب. كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تحمل كذا إلى الغار، السلاح ولا الأخبار ولا الطعام؟ طبعا الطعام، لكن الأخبار كان بيجيبها أخوها اللي هو عبد الله بن أبي بكر. الحكم من خلق الإنسان التمتع بالنعم، سوري الحكم، الحكمة يعني هي المفروض الحكمة أو الحكم من خلق الإنسان إن هو يتمتع بالنعم اللي ربنا اديها له، ولا يعبد الله ويعمر الأرض، ولا يغير طبيعة الأرض؟ طبعا انك انت بتعبد ربنا وعمارة الارض. من ثمرات العبادة القرب من الخالق ولا التسليم بقضاء الله ولا الاتنين مع بعض؟ اكيد الاتنين مع بعض، انت بتقرب من ربنا لما بتعبده وبترضى باللي بيعمله فيك. اطلق لقب اسرائيل على نبي الله موسى ولا يوسف ولا يعقوب؟ طبعا على نبي الله يعقوب، على نبينا وعليه افضل الصلاة والسلام. يحافظ الإسلام على حقوق الآخرين بتنظيم علاقة الإنسان بنفسه ولا بالكون ولا بالناس؟ طالما حقوق الآخرين يبقى علاقتك بالآخرين اللي هم الناس. ادعى فرعون أنه إيه؟ طبعا قال إن أنا إن قال إني ربكم الأعلى، فطبعا هو كذاب، ادعى أنه إله. عبادة الإنسان لله لما بتعبد ربنا، الكلام ده بينظم حياتك ولا بيخليك متكبر ولا بيبعدك عن الناس؟ طبعا بتنظم حياتك. جعل الله موسى كذا الرضاعة من غير أمه، يقبل إن هو يرضع من حد غير أمه
ولا يحب ان هو يرضع من حد غير امه، ولا يرفض ان هو يرضع من اي حد الا امه؟ طبعا رفض كل المرضعات الا مين؟ الا امه. مفهوم العبادة في الاسلام يشمل الاقوال فقط ولا الافعال والاقوال، ولا الاقوال فقط؟ طبعا فقط دي ما تنفعش، يشمل الاقوال والافعال معا. تنتمي ام بعبد الى قبيلة ايه بقى؟ قريش ولا اوس ولا خزاعة؟ طبعا تنتمي الى قبيلة خزاعة. من العبادات الخاصة بين العبد وربه بناء المساجد ولا الصوم ولا عمارة الكون؟ طبعا الصوم، عشان ما حدش بيشوفك ولا بيعرفك الا ربنا سبحانه وتعالى. السؤال التاني صح وغلط، انت السخرية من الاخرين ده حاجة يجب ان تتركها وتبعد عنها؟ طبعا صح، بعد عن الحاجة اللي زي كده. طب ام موسى كانت تؤمن بالله؟ ايوه طبعا، عشان كده سابته في البحر زي ما ربنا ايه اوحى لها. الحب هو سلوك يظهر في افعال الناس، اما الود فشعور قلبي. غلط، هنعكسهم. الحب هو شعور قلبي، والود انك بتعمل حاجه للناس، بتودي هديه مش عارف ايه، يبقى معكوسين. شعر فرعون بقلق من قصه شاعت في بني اسرائيل. طبعا صح، لما عرف ان ايه قالوا له ان في واحد طفل هيتولد هيهد عرشك. من يعطف على الحيوان يتصف بالود والرحمه؟ طبعا اجابه صحيحه، كل من يعطف على الحيوان يتصف بالود والرحمه. حلت بركة النبي صلى الله عليه وسلم على أم معبد والخيمة بتاعتها؟ طبعا أكيد صح. من شروط التوبة الصادقة الاستغفار والندم والإقلاع عن الذنب. طبعا لازم تعمل التلاتة، بتستغفر ربنا من اللي أنت عملته، بتندم عليه، في نفس الوقت تتنوي إنك أنت ما تعملوش تاني، يبقى صح. أم معبد كانت مسلمة عندما مر بها الرسول. طبعا غلط، إزاي مسلمة؟ طب مين اللي خلاها أسلمت وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان لسه أول مرة تشوفه؟ يوم القيامة تنفرج البحار لعظمة هذا اليوم. طبعا إجابة صحيحة كما أخبرتنا سورة الطارق. أصبح اسم يثرب بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة. إجابة صحيحة أيضا. يوم القيامة كل الناس يدخلون الجنة. طبعا لا، ده على حسب الحساب، ناس كده وناس كده. اختبأ النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الهجرة في غار حراء. طبعا إجابة خاطئة، إنما في غار ثور. النعيم هو جزاء الأبرار الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات. إجابة صحيحة. خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يراه المشركون إذا نظر أحدهم تحت قدميه. طبعا إجابة خاطئة، اللي خشي هو سيدنا أبو بكر، هو اللي قلق، لكن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخاف من أحد إلا الله. علامة الإقلاب بالمصحف حرف الميم. أيوة طبعا، الإقلاب بنلاقي فوقيه حرف الإيه؟ الميم. توقع النبي صلى الله عليه وسلم أن قريش تستبحث عنه بالطريق المعتاد إلى المدينة. طبعا فعلا، وبحثته ما لقيتوش. أحست قريش بالخطر لزيادة أنصار الرسول بمكة. طبعا خطأ، لأن زيادة الأنصار كانوا فين؟ كانوا في المدينة مش في مكة. تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لمؤامرات كثيرة من مشركي قريش. طبعا كانوا شغالين على طول، كل مرة بيفكروا ازاي يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. فرح أبو بكر بصحبة النبي. طبعا صح، ومين ما يفرحش. حروف الإخفاء 17 حرفا. طبعا خطأ، الإخفاء لا. لم تقم قريش بأية مؤامرة ضد النبي صلى الله عليه وسلم حين علمت بانتشار الإسلام في المدينة. طبعا غلط، قامت بمؤامرات كثيرة، اللي هي الأولى دي اللي رقم 18. تسجل الكتبة من الملائكة أعمال العباد من خير فقط. لا طبعا، ده وده، يبقى من خير وشر، يبقى الإجابة خاطئة. استمرت رحلة الهجرة من مكة 10 أيام. لا، احنا لسه قايلين إن هي كانت 3، يبقى دي خطأ. الفجار لا يراعون حق الله ويؤذون الناس. طبعا الفجار بيفعلوا كده، يبقى الإجابة صحيحة. مر الرسول بأم معبد في طريق الهجرة. إجابة صحيحة. الكرام الكاتبون يأمرون العبد بفعل الخير والبعد عن الشر. برضو إجابة خاطئة، لأنه هو بيأمروش حاجة، هو بيكتبه بس. دليل الهجرة كان عبد الله بن مسعود. لا، عبد الله بن أريقط، يبقى خطأ. الانفطار من الصور المكية. أيوة، لأنها نزلت بمكة. التقت أم معبد بالرسول صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء. طبعا غلط، التقت بيه في ايه؟ عند قبيلة خزاعة في شات أم معبد. بعدين هي لما التقت بيه وراحت له تاني مرة بقى بعد ما هاجرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما كانش مسجد قباء، كان في المدينة المنورة. من مظاهر الود مع الآخرين إفشاء أسرارهم. طب أنت كده هتفضحهم، يبقى دي غلط، يبقى ده مش ود، يبقى أنت كده بتكرههم. كانت خيمة أم معبد في الطريق بين مكة والمدينة. إجابة صحيحة، فعلا كانت هناك. من الود تمني زمال النعم. طبعا ده من الحسد وليس من الود، يبقى ده خطأ. فرح فرعون بموسى ورأى فيها الابن الذي تمناه. إجابة خاطئة، هو كان حاسس ان ده عدو، كان عاوز يقتله. الله ودود، يسامح من يتوب ويستغفر. طبعا سبحانه وتعالى.
يوسف هو الجد الأكبر لموسى، خاطئة. من العبادة حفظ القلب من الحقد والكراهية، طبعا إجابة صحيحة. أمر فرعون بقتل أولاد بني إسرائيل من الإناث، إناث ولا ذكور؟ طبعا الذكور، يبقى دي خاطئة. بالعبادة يصلح العبد ما بينه وبين ربه، وما بينه وبين الناس، طبعا لو سمعنا كلام ربنا كل حياتنا هتتصلح. بالإخلاص في العبادة يحقق المؤمن الوصل الأبدي بخالقه عز وجل، طبعا إجابة صحيحة، لأنك أنت لو أخلصت ربنا كل حاجة هتبقى كويسة معاك. الصيد الجائر ظلم وإفساد في الكون، طبعا أيوة، الجائر يعني الظالم، الزيادة عن اللازم، أنت بتصيد كل حيوان، ده حرام عليك. مفهوم العبادة يشمل كل مجالات الحياة، طبعا تقدر تعبد ربنا وانت بتذاكر، وانت في البيت، وانت في المدرسة، وانت في الجامع، في كل مكان. عبادة الله تكون بالصلاة والصوم فقط؟ لا طبعا، ما احنا لسه قايلين ان هي كل مجالات الحياة. لم يرد الله موسى إلى أمه؟ لا طبعا، رده، القرآن قال فرددناه إلى أمه كي تقر عينها، يبقى دي خاطئة. كان فرعون ملكا عادل، منين كان عادل؟ كان ظالم طبعا، كان بيموت الأطفال. أخفت أم موسى حملها خوفا من فرعون، طبعا لو شافها كان هيموته. رغم أن الشاة لم يكن بها لبن، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمسك بها ودعا لها وسمى الله وحلبها، طبعا أيوة وحلبت. كانت أسماء تحضر الطعام، صح طبعا، وهي حامل، صح. كانت رحلة الهجرة مكونة من الرسول وثلاثة أفراد، إجابة صحيحة أيضا، إن احنا قلنا عليهم سيدنا أبو بكر وكان أولاده وكان معهم عبد الله بن أريق. قطع الرسول أبو بكر 380 كيلو متر الوصول إلى المدينة، إجابة صحيحة، نحفظ الرقم. رفضت أم معبد استقبال رسول الله في خيمتها، غلط طبعا، استقبلته وكمان حلبت. الله أكبر الله أعظم. أخفى سراقة بن مالك عن قريش أخبار الرسول وصاحبه صلى الله عليه وسلم، أيوة طبعا أخفاها. أحس علي بن أبي طالب بالخوف؟ لا طبعا غلط، حاشا أن يحس سيدنا علي بالخوف لما كان نايم مقال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ضحى بنفسه من أجل سيدنا رسول الله. حزن الرسول لخروجه من بلده مكة، طبعا أكيد طبعا صح، لأنه إيه؟ لأنه قال والله إنك لأحب البلاد إلي، بس بعدين ربنا إيه أكرمه بحب المدينة. هاجر كل المسلمين إلى المدينة بعد بيعة العقبة الثانية، مش كلهم، غلط طبعا مش كلهم. اجتمع المشركون وقرروا ترك النبي أبي بكر يهاجران، لا غلط، ما سابوهمش، هم كانوا عايزين يقتلوهم وتعقبوهم وبحثوا عنهم. تدخلت عناية الله وحجبت النبي عن أبصار المشركين، طبعا كل حاجة خير من ربنا، يبقى ايه ربنا صلى الله عليه وسلم حجب أعين المشركين. حروف الإظهار في كلمة يرملون، غلط، لأن حروف الإظهار ستة ويرملون أكتر من ويرملون ستة برضو، بس دي حروف الإدغام اللي هي يرملون دي، مش حروف الإظهار. ينال المحسنون أعمالهم في الدنيا، لا المحسنون بينالوا أعمالهم في الدنيا والآخرة، يبقى دي غلط. يندم الكافر على ما قدم يوم القيامة، طبعا صح. خلق الله الإنسان في أحسن صورة، طبعا صح. تعاقب الليل والنهار من مظاهر ود الله لنا، طبعا صح. الحب شعور بالقلب، أما الود ناتج عن هذا الحب، طبعا صح برضه. من مظاهر ود الله ان سخر الكون كل حاجه بتخدمك، عربيات بتسفرك وحاجه بتجيب لك اكل زرع وكل حاجه، يبقى صح. من الود تقديم هديه، ايوه، لكن الحب شعور قلبي، يبقى صح. التحلي بالاخلاق الحميده واتقان العمل يفوز المؤمن برضا الله، ايوه طبعا. نفس الانسان ملك له، غلط، نفسك مش ملكك، انت بتحافظ عليها، انت مش حر فيها. المسلم يحافظ على صحته ويبتعد عن كل ما يؤذي جسمه، ايوه طبعا. من معاني إلا ليعبدون أي ليعرفوا ربهم ويطيعوه، طبعا صح، لازم تعرف ربنا وتطيعه، هو خلقك لكده. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب بعد بيعة الرضوان، لا بعد بيعة العقبة الثانية. فرحت آسيا امرأة فرعون بموسى الرضيع، أيوة طبعا فرحت به. طيب السؤال الثالث أكمل من الكلمات. من علامات انتهاء الدنيا انشقاق السماء، ليه بقى؟ لأن خلاص القيامة هتقوم. طيب تقوى الله هي البعد عن كل ما لا يرضيه من قول وعمل، من قول وعمل. من أجداد موسى نبي الله يعقوب، من أجداد نبي الله موسى. سخر الله كل ما في كذا لخدمة الإنسان، طبعا كل ما في الكون. شاتم معبد كانت إيه قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يلمسها؟ كانت هزيلة وضعيفة ولكنها تقوت بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم حسن. السؤال الثاني، حسن النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة سورة الانفطار لأنها تصف إيه؟ لأنها تصف أحداث يوم القيامة. صار يثرب اسمها إيه بعد قدوم النبي؟ طبعا المدينة المنورة. حجب الله إيه في المشركين عن رؤية النبي؟ أعينهم أو أبصارهم.
صاحب الرسول أبو بكر في رحلة الإيه؟ في رحلة الهجرة. خصصت قريش كذا لمن يقتل الرسول أبا بكر، طبعا مكافأة. تغير مظاهر الكون يوم القيامة، علامة على انتهاء الإيه؟ على انتهاء الدنيا. نقط موسى في مصر، طبعا ولد سيدنا موسى على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام في مصر. من نعم الله علينا كذا التي تجري في البحر، تجري في البحر يبقى دي السفن، والسفن اللي هي الإيه؟ الفلك. أمر الله تعالى أم موسى أن تلقيه في اليم، في اليم البحر يعني. خلق الله كذا للعمل، والليل لكذا، طبعا النهار للعمل، والليل طبعا لإيه؟ للراحة. حقوق ورحمة ويثرب ومساعدة المحتاجين والفرح وحب الخير. أرسل الله الرسول رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. من العبادات الظاهرة كذا، ومن العبادات الباطنة كذا، طبعا الظاهرة مساعدة المحتاجين، والباطنة حب الخير للناس كلها. استقبل أهل المدينة الرسول وصاحبه بالفرح والسرور. سميت كذا بالمدينة المنورة، طبعا يثرب. الأبرار يتقنون عملهم ويراعون حقوق العباد، يعني اشتغلت عند حد يبقى اشتغل عنده بضمير. أرشدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن من يحب أحدا عليه أن يخبره، يقول له إني أحبك. يجب على الإنسان أن كذا الله على نعمه، طبعا يشكر الله على نعمه. تجمع رجال من كذا حول بيت الرسول، طبعا من قريش، عشان يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. نشأ موسى وكبر في قصر فرعون. علينا أن نعمر الكون بالحفاظ عليه وعدم التعدي على أي شيء خلقه الله لنا. السؤال الرابع والصبر. الحكمة من خلق الإنسان طبعا عمارة الكون. الصوم العبادات اللي ما يعرفهاش غير العبد وربه. خلق الله الجن والإنس طبعا للعبادة. العبادة تنظم الإيه؟ الحياة في الدنيا والآخرة. يقبل الله توبة التائبين إذا استغفروا ورجعوا إلى الله عند استغفارهم وعلى العزم على عدم الرجوع للذنب. من مظاهر ود الله لعباده في الكون إيه؟ طبعا خلق الأنهار والبحار بما فيها من أسماك وكنوز وكل شيء. الأبرار يعني المؤمنين الصادقين في إيمانهم. معنى كلمة انفطرت، السماء انفطرت يعني انشقت عند قيام الساعة. أم معبد طبعا هي المرأة التي كانت تسكن في الطريق من قبيلة خزاعة. علي بن أبي طالب أول فدائي في الإسلام، وكلفه النبي صلى الله عليه وسلم بأداء الأمانات ونام مكان النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن أريقط كان مؤمنا وكان دليل الرسول في الهجرة لأنه خبيرا بالطرق. الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب الوجه المشرق والكلام الجميل. استمرت رحلة الهجرة قد إيه؟ طبعا 8 أيام. عامر ابن فهيرة طبعا طلب منه الرسول محو الآثار. خيمة أم معبد كانت تقع بين مكة والمدينة. أخرج الكفار الرسول من مكة. أقام الرسول صلى الله عليه وسلم صاحبه في الغار 3 أيام، يبقى دي بتاعة الإيه؟ الغار. أبو بكر الصديق رضي الله عنه رفيق النبي في الهجرة صلى الله عليه وسلم. أسماء بنت أبي بكر كانت تحضر الطعام. يثرب أطلق على المدينة المنورة. أثر عبادة الله وطاعته على المسلم. هنا أجب عن الأسئلة. لو أنت أطعت ربنا إيه اللي هيحصل لك؟ هتنظم حياتك، ربنا هيرضى عليك، ترتاح في الدنيا والآخرة. طيب شعر أبو بكر بالخوف وهو في غار ثور، ليه؟ طبعا لأن لو حد بص تحت رجليه كان هيشوفهم. طب النبي قال له إيه؟ قال له ما ظنك باثنين الله ثالثهما. طيب كيف نقوي الصلة بيننا وبين خالقنا؟ بالعبادة، إن إحنا نعبد ربنا بشكل صحيح، نتقرب إلى الله بالصيام والصلاة والعبادات. طب كم يوما مكث النبي وصاحبه في غار ثور ومن كان يساعدهما؟ مكث 3 أيام، وكانت أسماء بنت أبي بكر تحضر لهما الطعام، وكان عبد الله بن أبي بكر يأتي لهما بالأخبار. ما واجب الإنسان نحو الكون؟ طبعا يجب على الإنسان أن يعمر الكون ولا يفسد فيه ويحافظ على المخلوقات، كل ده. وضح كيف تدخلت العناية الإلهية في حماية النبي صلى الله عليه وسلم أثناء خروجه من بيته. طبعا تدخلت إزاي؟ منع الله تعالى أبصار المشركين عن الرسول أثناء خروجه.
اذكر مظهرا من مظاهر ود الله في القرآن: واستغفروا ربكم إنه كان غفارا، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. لازم أقول الآية بتاعت إن ربي رحيم ودود دي، هي دي الدليل من القرآن. يثرب اتسمت إيه؟ المدينة المنورة. طب ربنا لما مظاهر وده له في الكون إيه؟ خلق لنا الأسماك والنعم والكنوز والطير والأرض والشمس والقمر والبحار وكل ده. المسلمين هاجروا فين بعد بيعة العقبة الثانية؟ إلى يثرب اللي هي المدينة المنورة. أين نزلت سورة الانفطار وما موضوعها؟ طبعا سورة الانفطار قلنا هي سورة مكية لأنها نزلت في مكة. طب إيه موضوعها؟ طبعا دلائل خضوع الكون لله سبحانه وتعالى. ما المقصود بالإقلاب ومع أي الحروف يأتي؟ الإقلاب هو قلب النون الساكنة أو التنوين ميم، إن أنا أقلب الحرف ميم، حرف النون أو حرف التنوين، تمام؟ مخفاء مع الغنة عند انتقالها بحرف الباء وتقلب طبعا ايه؟ ميما. طيب ما المحاور التي تضمنتها سورة الانفطار؟ سورة الانفطار وصف يوم القيامة، حال الإنسان وقت الحساب، عقاب الله للمقصرين في حقه. لماذا يجب على المسلم تعلم أحكام التلاوة؟ طبعا لأنه يمكنه أن يقرأ القرآن بصورة صحيحة وصورة متقنة. ما الكرام الكاتبون وما عملهم؟ طبعا الكرام الكاتبون هم الملائكة، وعملهم بيراقبوا العبد وكمان بيكتبوا كل حاجة بتصدر عنه من خير وشر. من هم الأبرار ومن هم الفجار وماذا أعد الله لكل منهما؟ الأبرار اللي بيعبدوا ربنا وبيطيعوه وربنا أعد لهم الجنة، والفجار الذين بيعصوا الله ولا يؤمنون به وربنا أعد لهم إيه؟ النار. بما وصف الله يوم القيامة في نهاية سورة الانفطار، طبعا يوم لا تملك فيه نفس لنفس ضرا ولا نفعا، محدش هينفع يأذي حد لأن الأمر كله بيد مين؟ بيد الله سبحانه وتعالى. بما عاتب الله الإنسان في سورة الانفطار، طبعا ربنا عاتبه بإيه؟ ربنا عاتبه بأي شيء خدع بربه وقد خلقه في أحسن صورة. ربنا خلق الإنسان في أحسن صورة، وهو طبعا إيه؟ وخصوصا الكافر اللي ربنا قال له كده. ما أحكام النون الساكنة والتنوين عند تلاوة القرآن الكريم؟ أربعة اللي إحنا قلنا عليهم: الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء. استدل على فضل سورة الانفطار ومكانتها من هات لي دليل على سورة الانفطار ومكانتها في القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرؤوها بفهم وتدبر لما فيها من أهوال يوم القيامة. ما المقصود بالإخفاء؟ طبعا حالة بين الإظهار والإدغام من غير تشديد بس مع بقاء الغنة. كيف يكون المسلم ودودا مع الخلق؟ طبعا لا يكون ذلك إلا بحسن الخلق في تعامل المسلم مع غيره، مثل إلقاء السلام ودعوة الأصدقاء ومساعدة الأهل وإعداد الطعام. ما كان رد النبي صلى الله عليه وسلم عند طلب أبي بكر منه الإذن بالهجرة؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تعجل، لعل الله يجعل لك إيه؟ صاحبا. فطمع أبو بكر في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ما علاقة الاستغفار والتوبة باسم الله الودود؟ طبعا دعانا الله عز وجل إن احنا ندعيه الاستغفار والتوبة لأن ربنا رحيم ودود وبيسامح الناس المخطئين حين يتوبون إليه، وهذا مظهر من مظاهر ود الله لنا سبحانه وتعالى. ممن طلب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يلزم فراشه بدلا منه؟ يعني مين اللي نام مكان النبي صلى الله عليه وسلم وليه؟ طبعا سيدنا علي بن أبي طالب، ليرد أمانات المشركين من قريش، يديهم الحاجة بتاعتهم، وليوهم الكفار أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال نائما في فراشه. من أسماء الله الحسنى الودود. معناه إيه الاسم ده؟ الذي يتودد إلى عباده بالنعم في الكون، وهو الذي يخلق الود بينهم. كيف كانت عناية أبي بكر بالرسول صلى الله عليه وسلم في الغار؟ طبعا كان أول حاجة دخل الغار قبل منه عشان يسد الجحور، وكان طبعا بيحمي النبي صلى الله عليه وسلم من الحيات والعقارب حتى لا تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. ما أثر الالتزام بعبادة الله والعلاقات بين الناس؟ تنظم حياة الإنسان، يتحلى بالأخلاق الحميدة مثل الصدق والإخلاص في القول والعمل، ولا يؤذي أحد أو يتعدى على حقوق أحد. كم يوما استمر رحلة الهجرة؟ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب، وكم بلغت الرحلة؟ الرحلة كانت 3 أيام، ومنها الغار كان 8، الغار كان 3، والرحلة كلها 8، وطبعا المسافة كانت 380 كيلو متر. ما العلاقة الأساسية التي تنظمها العبادة
في حياة المسلم، طبعا تنظم علاقته بالإنسان وبربه وبنفسه وبالكون من حوله. لماذا خلق الله الإنسان؟ للعبادة. ربنا خلقنا للعبادة وعمارة الكون. ماذا تحقق العبادة للمسلم؟ تنظم حياته وتجعل له الوصل الأبدي بالخالق عز وجل. ما المقصود بالإدغام وما حروفه؟ الإدغام إدخال الحرف الساكن في الحرف المتحرك بحيث يصيران حرفا واحدا، والحروف بتاعته مجموعة في كلمة يرملون، الياء والنون والميم والواو بغنة، والراء واللام بغير غنة. من هي أم معبد؟ طبعا امرأة من قبيلة خزاعة واسمها عاتكة بنت خالد، وكانت تسكن في خيمة بالطريق بين مكة ويثرب، تطعم وتسقي من يمر بها. بما وصفت النبي صلى الله عليه وسلم لزوجها؟ قالت أنه رجل مبارك، ظاهر الوضاءة، ظاهره الحسن، مشرق الوجه، كلامه جميل، إن صمت ظهر عليه الوقار، وإن تكلم سما وظهر عليه الجلال صلى الله عليه وسلم. أين ولد موسى وأين نشأ؟ ولد في مصر وعاش فيها وتربى في قصر فرعون. كيف تعاملت آسيا مع موسى؟ طبعا فرحت به وأحبته، ورأت أنه الابن الذي تتمناه، ورجت فرعون ألا يقتله، فوافق على كره منه، وبقي موسى في قصره. ما معنى العبادة؟ طبعا طاعة الله في كل ما يحبه ويرضاه من قول وفعل في الظاهر والباطن. لماذا نعبد الله وحده؟ لأنه المستحق للعبادة، فهو من خلقنا ووهبنا من النعم ما لا يعد ولا يحصى. كيف نزكي أنفسنا؟ طبعا بإبعادها عن الأذى وعدم تعريضها للهلاك، والتحلي بمكارم الأخلاق، الصدق والأمانة والتسامح. ما معنى الود وما الفرق بينه وبين الحب؟ طبعا الود هو الفعل اللي انت بتعمله الناتج عن الحب، لأن الحب هو شعور القلب. ما معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم مع أم معبد؟ الشاة الهزيلة التي كانت لا تحلب لبنا حلبت اللبن للنبي صلى الله عليه وسلم وامتلأ الإناء. كيف أسلمت أم معبد وزوجها؟ طبعا بعد فترة من الهجرة النبي ذهبت إلى المدينة وطلبت أن تلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فرحب بها وأحسن استقبالها فأسلمت وذهب إلى المدينة وهاجرت. لماذا أمر فرعون بقتل كل طفل ذكر يولد من بني إسرائيل؟ لأنه كانت قصة بين إسرائيل أن الله سيبعث من نسل إبراهيم نبيا يكون هلاك ملك مصر على يديه. فلما وصل الخبر إلى فرعون طبعا بدأ يقتل الذكور. ما الحكمة من إرسال الرسل إلى البشر؟ عشان يعرفوا الناس بربنا سبحانه وتعالى ويرشدونهم إلى الصواب والحق. وبكده يبقى خلصنا مراجعة شهر أكتوبر كله، وهنسيب رابط لتحميل المذكرة بالإجابات أسفل الفيديو. بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.